نظام علي عبد الله صالح بشكل كامل ونهائي. توكل كرمان اسم سيرتبط بتاريخ اليمن ويزاحم الملكتين بلقيس واروى عليه، ويعبد لفعل النساء في الشأن العام سبيلا ما كان يوما مطروقا، ولا السير فيه سهلا. استجمع التوكل ما في اسمها من المعاني، ثم اختارت وعر الطريق الى اكثر ابواب التاريخ استحصاء على الفتح، باب الثورة والتغيير. ربما كانت حياتها ستمضي هنية رضية بما اتيح لها من تعليم في كنف اسرة والدها القانوني والسياسي عبد السلام كرمان، ومن بعده في رفقة زوجها محمد اسماعيل النهمي. فان تحصل فتاة يمنية على شهادة جامعية ثم تتبعها بدرجة الماجستير في العلوم السياسية فضلا عن دراسات اخرى في الصحافة ليس باليسير في بلد كاليمن شحيح الموارد شحيح الوعود. وغدا باذن الله قريب حين نتجه جميعا صوب قصر الرئاسة. لكن توكل كرمان بدت وكأن قدرا اختارها لقدر. دخلت كرمان الى ساحات العمل السياسي من باب اصلاح ما رأته فسادا ينتظم الحياة كلها، فجعلت من قضية حقوق الانسان في معانيها الواسعة انشغالها الدائم، فوقفت ضد الفساد المالي والاداري وقمع الحريات. لكن ما بدا مظاهر متفرقة لتردي الحياة اليمنية سرعان ما اتخذ عنوانا واحدا لتوكل ولجيل الشباب الذي تنتمي اليه. انه فساد الحكم الذي ما تزوج بغفلة الشعوب عن حقها حتى اخرج للناس نسلا من المشكلات العويصات لا تزال تنحط بالبلاد من سوء الى سوء ومن ازمة الى اخرى. لم تطل توكل التأمل كثيرا في حاجة الحياة اليمنية الى التغيير، فدعت باكرا الى رحيل الرئيس علي عبد الله صالح، وهو شعور استولى على جيلها. فكان انطلاق الثورة السلمية في 3 فبراير من هذا العام. كان التوكل هناك في الطرقات وفي الساحات تقود المظاهرات وتخاطب الحشود الكبيرة في صنعاء في شجاعة قل نظيرها. يتم اعتقالها فلا يثنيها ذلك عن غايتها، ويعتقل اخوها وتهدد بالقتل فما تهن عزيمتها، ثم تستبيح قوات الامن دارها فتعبث بها فلا يزيدها ذلك الا ايمانا بقضيتها. لقد اصبح التوكل عنوانا لليمن الجديد، ولذلك لم يكن مستغربا ان تختارها مجلة التايم الامريكية في المرتبة الاولى لاكثر النساء ثورية في التاريخ، وتم تصنيفها ضمن اقوى 500 شخصية على مستوى العالم. وباعلان لجنة جائزة نوبل عن فوزها بجائزتها للسلام لهذا العام، تكون توكل قد استوفت او كادت حقها من الاعتراف. هذا انتصار عظيم للثورة اليمنية، لثورات الربيع العربي بكلها. يعني انا بجد يعني اشوف نضالة الشعب اليمني لم تذهب هدر. لكن اثر توكل الاكبر في مناخ الربيع العربي وثوراته المتربصة بقديم الانظمة سيكون بالغا وبعيد الاثر. اوله في بلدها، فالاعتراف بعظيم عملها هو إدانة وفتح لنظام حكم الرئيس صالح الذي تقف ضده، وهو إقرار بأنها تقف في الجانب المشرق من التاريخ. ولا شك أن تكريم التوكل سيمد الثورة الشعبية السلمية بمدد جديد من العزم، وستجد النساء اليمنيات في ساحات الثورة والتغيير في تكريم توكل تكريما لهن. أما المعنى الأشمل لفوز توكل بجائزة نوبل للسلام فهو ما قد يؤذن به من خلخلة للبنى الاجتماعية التي اعطت الرجال الحق الحصري في الاستبداد بصناعة الحياة والانفراد بفعل السياسة. حتى جاء التوكل عبد السلام كرمان واخواتها نوار نجم واشراء عبد الفتاح من مصر ومروى الغميان من سوريا وغيرهن كثيرات، ليسطرن صفحة جديدة في تاريخ مقارعة الانظمة الاستبدادية في العالم العربي عنوانها توكل واخواتها.